المكسور والقدر الضواق عيون الحيران وقلوب الغرقاني خلوا صبح الليل يطل من الأسرار قاسي يا زمان عقلوب مشتاقة بالهوى والأحزان من لما نتلاقى قاسي يا زمان والدمع حرقة قاسي من نسيان لفتات البراق والحنين وسكوت السلام على القلب الحزين يا خبز ومزروع عم يشرب الدموع رح يضحك بزهور ولو كان بتشرين قاسي يا زمان عقلوب مشتاقة بدها والأحزان من لما نتلاقى والدمع حرقة حسني من نسيان لفتات البراق أمتى استقبلتها؟ ليش استقبلتها؟ كنا بوحدة صرنا باثنين. ياسمينة بعتي ورق أمها تتسعدها بالكذب والنفاق والاحتيال حتى تكمل المؤامرة علينا. كان أفضل إني استقبلها لشوف شو في وراها، شو في قدامها، ولشو جاي. وشو شفت؟ بصراحة يا كريمة، هودي الجماعة إما محتلين كبار وإما صادقين. صادقين؟ شو يعني صادقين؟ أنا شفت الكذب بعيونها لياسمينة، بنظراتها، بكلامها. اسمع مني، شحطها هلأ، هلأ قبل بكرة. سبق وقلت لك يا أنا يا هالبنت بهالبيت. خايف تكون صادقة وبي حي. تصوري بعده عايش ورمينا هالبنت برا. تصوري ردة فعله، نظرته لإلنا، تصرفاته معنا. المنطق والعقل يا كريمة نخليها هالكم يوم عنا. هالكم يوم خلصوا، قدي بدك إياها تبقى بعد عنا؟ لما بشوف دليل واحد، إثبات واحد على أن نصابي كذابي محتالي، أنا بإيدي رح أخذها خليهم يقدبوها ويحبسوها. وإذا كانت صادقة؟ امشي ليه وقفتي؟ لحظة شوي. ولا لحظة، طريق بعيدة لازم توصلي على البيت قبل ما تغيب الشمس. هيدا الشاب اللي هونيك شو بيشبه الشاب اللي ساعدناه ودويناه وعيناه؟ بيخلق من الشبه 40. روحي لنمشي. ما لاحظت هالشي؟ لاحظت، هيدا مش هو، هيدا واحد تاني. امشي. طب مين هيدا؟ ابن الباشا. ابن الباشا هو بذاته مش ممكن انسى هالوجه ابدا. تعوقت كتير، صار لازم ترجع بيتك. ليه عم تجريني جر هيك؟ شو مخبيه علي؟
ليه ما بدك تقولي انه هيدا الجريح يلي حملناه وحطيناه بالابو؟ وطي صوتك، مش وقت هلا، بعدين بخبرك. لا خبريني هلا، ماني رايحه من هون قبل ما اعرف. طب روحي لنوقف بعيد. عشت تطلعي فيه هلا بينتبه. وينتبه تخرج من شو خايفه؟ قلتلك هالجماعه ما عندهم ثقه بحدا، بخافوا من الناس، خايفين مني. والباشا اليوم خايف منك، حتى لو قلت له انا دويتك ما رح يصدق، رح يفكر ان لحقته لهون بنيه خبيثه. انت ما لحقتي، القدر هو اللي جابك لعنده. القدر، الصدفه، الحظ، سميه اللي بدك اياه، المهم هو يصدق. معك حق، في اشياء كتير وكتير بتصير ما بتتصدق. هيدا اللي بدي اقلك اياه. انتبهي على حالك، صرت خايفه كتير عليك منهم. ما تشغلي بالك، بعرف كيف داريهم واتعامل معهم. تقبرين ان شاء الله. مش طايقه اعيش من دونك، ان شاء الله ما تتاخر علي. مش مصدقه امتى برجع البيت. انا كمان اشتقت لك، واشتقت ساعدك بغزل الصوف وشغل الكنزات. خاطرك. مع السلامه امي، انتبهي لحالك. رجعت تعمل كلاب؟ ليه لا؟ إذا جعانين لازم ياكلوا. قلتلك 100 مرة ممنوع حدا يطعم الكلاب، هيدا أوامر الباشا ومرت الباشا. عم تعملين بالسرقة، ما حدا شافني. يا ريتهم شافوكي حتى تسمعي وتقنعي. الحيوان عنده روح مثله مثل بني آدم، ليه لا يجوعون؟ عم بيطعموهم مرة كل 48 ساعة حتى يضلوا شرسين، متوحشين. يا عمي كلابهم حرين فيهم. هيك بيصيروا يعطوا الناس؟ هيدا المقصود. الدنيا فالتة، الدنيا حرب، انه بدك الحراميه يفوتوا علينا بالليل؟ لا. ما بقى تغنجيهم وما بقى تدلعيهم وما بقى تطعميهم، مفهوم؟ سمعتيني؟ سمعتك. شي في ضجر، صرنا يومين هامدين وجامدين، لا حركة ولا بركة. بضل الضجر أحسن من صوت المدافع. قلت لي حتى نهرب لازم يكون في معركة. صح، بيكون أضمن. صرت أتمنى ينفجر الوضع من جديد. مستعجل؟ كتير خايف للرواق يطول. تعرف تركي؟ شوي. أنا بعرف منيح، سمعتهم عم بيتوشوشوا وكلهم رتب عالية. شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا انه في مفاوضات، الانجليز طالبين انه جيش التركي ينسحب من فلسطين. والاتراك وافقوا؟ اللي فهمته لهلا مش موافقين. قريبا بترجع المعارك، لازم نهرب وقت القصف. هيدا اللي عم فكر فيه. قديه عمر ياسمينة؟ 26 سنة و6 شهور و17 يوم. وكم ساعة؟
وسبع ساعات وثلاثة وثلاثين دقيقة. يومها كان عندي اجتماع عمل بساحل جبال، وكانت زوجتي هند عم تتنزه بين لبستين. لما رجعت عرفت انه جاها المخاض تحت شجرة ياسمين. ما قدروا يرجعوا على البيت، جيبوا لها الدقي لعندها. شو قصتي؟ ليه وقفتي؟ تعبت، بدي ارتاح شوي. احمليهم والحقيني، لأبو صار قريب. حطيهم من ايدك يا بنت. بدي اخدهم على أبو. ما أنا شغلتك. عادل. نعم يا باشا. خد الحطبات على أبو. حاضر. خليهم هلا برجع بخدم. مين قالك تاخديها معك على الهرش؟ ست كريمة. ست كريمة؟ ما قالت لك تحمليها الحمل الثقيل من الحطب؟ قالت لي شغليها معي كل النهار. هيدا من الشغل يا باشا. من اليوم ورايح خليها تساعدك بالاشياء البسيطة والسهلة. حاضر يا باشا. شو هالمعاملة الطيبة؟ صار يخاف عليك من التعب. مشي. لما وصلت نقلتهم على البيت وطلبت من الله يحميهم، ونزلت على ساحة الضيعة، وزعت كل العسمليات والمجديات والبارات اللي كانوا بجيوبي، عطيت كل المصاري للناس. الظاهر كان معك. كنت عايش لا هم ولا غم، وهلأ مثل ما شايف جيوبي فاضية وأكل أكل العسكر. أفضل من الجوع. نشكر الله على نعمته كل وقت وكل ساعة. أنا ماني عايزها وماني بحاجة إلها، قادر أمشي على إجري من هون لآخر الدنيا. مبروك يا ابني. خي هلأ ارتحت، كان قلبي يتقطع كل ما شوفك عم تعرج. يا أمي الخوف اللي عندك فيه مبالغة وزيادة عن اللزوم. أنا معك ولد صغير قادر أتحمل وأصبر واتكل على نفسي. الابن قد ما كبر بضل بعيون امه ولد. بعرف الحنان اللي عندك وبقدر عاطفتك، بس مثل ما انت بتخاف علي انا كمان بخاف عليكي. ريحي اعصابك، طريها شوي مع هالدنيا. ماني طالبه شي من هالدنيا الا السعاده والهنا الك ولخيك سامر. الله يديمك فوق راسنا كلنا. لكن ماما اذا شفتي ياسمينة بعطيها حتى تكشف لي على الجرح. حس حالي مرتاح وماني بحاجة لرباط. بدك تفكه؟ بعتقد صار لازم فكه. حركة كتفي طبيعية، لا حاسس بوجع ولا بألم. قرب أنا بفكه. لا لا، لازم ياسمينة تشوف الجرح. أنا بعتقد إنها هي خبيرة وبتعرف هالأمور. ما بدي تعطيها وجه، لما بتخلص شغلة تصرفها فورا.
جنى ويا مي جنى ويا مي جنى ليلي سعيدي بوجود أحبابنا سكتي يا بنت هيدا اللي كان بعد ناقصنا أغاني ومواويل المطبخ للشغل مش للطرب عم بشتغل يا ست اشتغلي انت وساكتي بلا تقحنك حاضر يا ست ما بسمع منك إلا كلمة حاضر ياسمينة وين؟ من شوي كانت هون كانت بالجنينة عم تتنزه عم بتشم الهوى أنا ما قلتلك ما تخليها تغيب عن عينيك أنا ما قلتلك شغليها كل النهار هذا اللي عم بعمله يا ست يلي بدو يشتغل ويعيش بهالبيت بدو يسمع الأوامر أوامرك عراسي يا ست كذب ما بسمع منكم إلا الكذب بيديك طرشة لكننا بنسمعك ولكن انت بتسمعينا رايحة على المطبخ ما سألتك وين رايحة سألتك وين كنتي هون شو عم تعملي هون وتركي شغلك راجع اشتغل شوفي نادر باشا شو بده حاضر اسمعي يا بنت نعم ما تتعوقي كتير عنده مفهوم مفهوم عقربي ومسمي اسمح لي هنيك يا باشا من اليوم ورايح فيك تمشي بحرية لا قطن ولا شاش ولا رباط يشد على كتفك هيدا بفضل اهتمامك فيه ايدك خضرة بتعافي وبتشفي مبروك لوين؟ راجع على شغلي خليكي معي شوي خير لا في إلا خير حابة تعرف عليك أكتر كل اللي بدك تعرفه سبق وقلت لك إيه بدي أعرف أكتر مثل شو؟ اللي عاملة دورة إسعاف ما بتشتغل خادمة بهالأيام أي مستشفى بتتمنى عليك مني بقية هون وقت طويل خبرتك من كم يوم إني ناطرة بي عندك أمل كبير إنك تشوفي؟ أمل كتير كبير أكتر ما بتتصور ياسمينة أنا كنت عجبها هونيك السما كانت عم تشتي مدافع ونيران وانفجارات يعني بدك تقولي جهنم وانفتحت بعرف الحرب قاسية وظالمة ما بترحم لا صغير ولا كبير واللي عجبها معرض للخطر شو بتعملي إذا لا سمح الله ما قدر يوفي بوعده ويجي يشوفك كلامك مفهوم يا باشا إذا بخسر بي بخسر كل حياتي بعيش نكرة لا أهل ولا أصل غصن مقطوع من شجرة عيونك وصوتك وكلامك بقولوا إنك صادقة بعرف إنه الشك مخيم علي بهالبيت إلك حق تشك فيها يا باشا فجأة بنت غريبة سكنت عندكن بالبيت وناطرة بيا بدون إثبات شخصية وبدون مرجع فعلا خوفكن مني بمحله يا باشا دنيا حرب وفوضى وبالحرب الواحد بشك بنفسه ما قلت لا منشان هيك أنا كتير ممنونة إنه استقبلتوني ببيتكن من كل قلبي حابب إني صدقك مين ما كنت تكوني أنا كمان ممنونك لأنك ساعدتيني ودويتيني ما في داعي تشكرني أبداً بعرف شو بدك تقول ما في داعي تشكرني أبداً أنا عم بعمل واجبي والناس لبعضها اسمينا؟ نعم تعرفيني قبل اليوم؟ اليوم اللي فتح هالبيت لا قبل ما تفوتي هالبيت سؤالك غريب غريب وعجيب هو صوتك صوتي؟ إذا هيدي أنت ياسمينة ليش بعدك ساكتي لهلأ؟ ليه ما بتحكي؟ شو مخباية علي؟ عم تخوفيني منك ياسمينة؟ ما عندي شي أقوله يا باشا أنا تربيت على البركة والطيبة وتعلمت فرق بين الخير والشر ما تعلمت أذي الناس صدقني يا باشا عفوا ياسمينة
يظهر اني رحت بخيالي لبعيد. تأكد يا باشا اني جيت لهون على امل واحد بس، ماني طمعان بشي، ما عندي اي غاية، ما عندي اي طلب. بعدك هون يا بنت؟ كانت عم تكشف لي على الجرح وضروري بوت النوم. خد البوس عليك. بقدر روح يا باشا؟ تفضل. تفضلي؟ اللي مثل ما بيقولوا لا تفضلي، بيقولوا لا روحي دهرن قلعي. هالكلام ما انه لازم ابدا مع هيدي البنت، ما بينقال غير كلام. شفتها بعيني كيف عم بتطلع فيك. هيئتها بنت طيبة وعينها مكسورة. كمان انت عم بتدافع عنها؟ ما بكفيني بيك؟ يمكن بيي معه حق، كلها كم يوم تتركنا وتمشي. ظاهر لعبت بعقلك مثل ما لعبت بعقل بيك. سبق وقلت لك ماني ولد صغير. صغير او كبير، سبق وقلت لك انا وحدي اللي بعرف احميكم من المحتلين والنصابين والدجالين. احنا كمان نعرف نحمي حالنا. اللي بيقعد نص مزلط وصدره مكشوف قدام بنت ما كتير بيعرف يحمي حاله. طلبتيني يا ست؟ ياسمينة وين؟ بالمطبخ. شو عم تعمل بالمطبخ؟ قاعدة. والشغل؟ شغل اليوم خلص. الحطب يلي جبتوه قليل. بكفينا يا ست. أنا بقول إذا بكفي أو ما بكفي. اللي بتريدي يا ست. خلي ياسمينة ترجع على الحرش وتجيب بعد شوية حطب. حاضر. ليش وقفتي؟ نديم باشا ما بده ياسمينة تحمل حطب. ما ناقص إلا يدللها ويستتها عندي بهالبيت. بعطيها على الحرش خليها تجيب حطب. حاضر. مشي تحركي. الشمس قربت تغيب والحرش بالليل بيخوف، تسمحي لي روح معه؟ لا. رايح اجيب حطب بهالوقت ياسمينة؟ اوامر الست. شو الحطب ناطري؟ حتى الجمع ربطة صغيرة بدك وقت، والشمس بعد ساعة بتغيب. بعمل جهدي ما اتأخر. مثل ما بتريدي.
عوافي. خوفت لي يا باشا. ما كان قصدي خوفك، كان قصدي أقول إنك شاطرة بالتمريض بجمع الحطب كمان. هالشغل منه جديد علي، من أنا وصغيرة بجمع حطب. الإيدان اللي بتشفي ما خلقت لهيك شغل. الله مبارك اليد العاملة. مهم القناعة. القناعة حتى بالتعب والعذاب والقهر؟ كل إنسان عنده وجهة نظر. اللي حضرتك بتشوفه تعب وعذاب، غيرك بيشوفه عادي طبيعي واجب. التعب واجب، العذاب واجب، والقهر واجب؟ كيف؟ ما في جواب؟ فضل ابقى ساكتة يا باشا. ليه؟ بيظهر كلامي زعجك شوي. إذا ما في ضرورة تسمع رأيي. احكي يا سمينة، بعد ناطر جوابك. هذا أمر؟ لا، نحن منا بالجيش. يا باشا أنت باشا وأنا بنت من الفلاحين. بهالأيام أيام الحرب، اللي بيرضيني بعد التعب والعذاب شربت مي ورغيف شعير. عم تاكلي عنا أكتر. كتر خيركم. عفوا، ما عم ربحك منية. أنت بتستاهل تعيشي حياة مريحة وهنية وكريمة. هذا من لطفك يا باشا. ياسمينة تعلمت كتير؟ تعلمت وعلمت عقد ما سمحت الحرب. إذا صار في سلام راجع على المدرسة اتعلم وعلم. شو ناوي تتعلمي؟ زراعة. بكتفي بالزراعة. الطب والهندسة والمحيمات بدون مصاري. تعليم العيلة كتير غالي. تحب الزراعة؟ هوايتي. وين رح تعلميها؟ بالدير. بالصيف كنت ساعد الرهبان والرهبات، كانوا يزرعوا حسب الكتب. حسب الكتب؟ الزراعة فن وعلم وبدها دراسة. بتمنى لك النجاح والتوفيق من كل قلبي. الله يحميك يا باشا. بعدك خايف مني يا باشا؟ لا ابدا، محل الخوف صار في اعجاب بذكائك وهمتك وطموحك. شكرا يا باشا، ما كنت عارفة إنه حتى البشوات بيقولوا كلام طيب. البشوات بشر يا سمينة. مش كل البشر بشر يا باشا. يا در باشا يا سمينة. هيدا عادل. هون هون عادل. الله معك يا باشا. خير شو في؟ ست كريمة عايزتك ضروري. قال هلأ لازم تشوفك. ما تتأخري. مستعجلة حتى تشوفيني؟ خير إن شاء الله. وين كنت؟ تعرفي وين كنت؟ ليه عم تسألي؟ بدي أسمع الجواب منك. المراقبة صار جديدة بهالبيت، حتى علي أنا يا أمي؟ للأسف حدا من الخدم شافك لحقة. لا، للأسف الكبير إنه أمي عم تراقبني وتعد علي أنفاسي. كنت معها؟ إيه؟ شفتها وحكيتها. كان لازم أعرف ليه عم تخوفيني منها. وعرفت؟ لا، لا عرفت ولا فهمت. إذا عندك ثقة فيي تسمع كلامي وتعمل بنصيحتي. والنصيحة؟ خليك بعيد عنا. حديثك معها والأخذ والعطا لا بيقدم ولا بيأخر ولا بيفيد. مين هالبنت؟ ما بعرف. وإذا ما بتعرفي ليه مرعوبة منها؟ لأنها مرض، طاعون، ملاريا، تيفوئيد. أنا بخاف من الغربة وهيدي البنت غريبة.
حتى اقتنع لازم اسمع كلام معقول ومقبول. حتى كلامي ما بقى ينسمع. ايام زمان كلمتي ما كانت تصير اتنين. بعد كلمتك مرفوعة ومسموعة. انا مش طالب منك الا الحقيقة. حقيقة شو؟ بدي اعرف ليه بتكرهي ياسمينة؟ ليه حقد عليها؟ ليه رعبتك؟ ليه مخوفتك؟ بدي اعرف ليش بي بيحن عليها وبيعطف عليها وبدو اياها تبقى عنا. كل واحد منكم برأيي، هيدا اللي بدي اعرفه. سألتك اذا عندك ثقة فيه. كل ولد عنده ثقة بامه، لكن خلي هالثقة بمحلها واعتبر انه هالبنت اللي اسمها ياسمينة حية مسمة خبيثة ناطرة اللحظة المناسبة حتى تنفخ سمها بكل قرنة وبكل زاوية وبكل مطرح بالبيت. مرتاح بالشغل عنا يا عادل؟ شرف كبير كون بخدمتكم يا ست. الدنيا حرب والناس اللي برا تعبانين جوعانين مشردين. عم تاكل منيح يا عادل؟ من خيركم يا ست. واكيد عم بتنام منيح، هون في امان وفي سلام. الله يديم النعمة عليكم يا ست. طبعا ناوي تبقى عنا. عندكن وتحت الأوامر يا ست، ما عندي طمع إلا برضاكن عليه. عندي ثقة فيك وأنا أكيدة من كلامك. قلي يا عادل. نعم يا ست. ياسمينة بعد برا؟ لهلأ ما رجعت. ترك لها الباب مفتوح وفلت الكلاب. فلت الكلاب؟ سمعك خفيف يا عادل؟ لا ابدا يا ست، بس الكلاب متوحشين وخصوصا بالليل، يمكن يمزقوها تنزيق. تذكر يا عادل يوم اللي سرقت شويل القمح وعطيته لعائلتك؟ انا تبت والله ما عديت. طبعا انا عفيت عنك. المسامح كريم يا ست. عائلتك بحاجه لاجرتك طبعاً، هيدا إذا كنت ناوي تبقى عنا. خلي هالسر بيني وبينك. روح يا عادل افتح لها الباب وفلت الكلاب. أمرك يا ست. الليل يطل من الأسرار قاسيه.
مشتاقة تتهاول الأحزان من لما نتلاقى أسياب زمان والدمعة حرقة وسنين النسيان لفتات البراق الحب والحنين وسكوت السلام على القلب الحزين يا خبز ومزروع عم يشرب الدموع رح يضحك بزهور ولو كانت تشرين قاسي يا زمان عقلوب مشتاقة تتهاوى الأحزان من لما نتلاقى يا زمان والدمع حرقة عسنين النسيان لفتات البراق